التفاوض لوقف إطلاق النار تفاديا للتصعيد هي الأولوية التي حملها المبعوث الرئاسي الأمريكي أموس هوكستين من تل أبيب إلى بيروت على وقع ارتفاع وتيرة التوتر عند الحدود الجنوبية بين حزب الله وإسرائيل. وقد استهل زيارته بلقاء مع قائد الجيش العماد جوزيف عون في اليرزي دام أكثر من نصف ساعة بحضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون، وتم استطلاع الوضع الميداني عند الحدود الجنوبية وضرورة احتواء التصعيد. I'm here. بعد ذلك انتقل هوكستين إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث لفت إلى أن الصراع بين حزب الله وإسرائيل طال بما يكفي ولمصلحة الجميع حل الصراع على الخط الأزرق وبسرعة، بينما أعلن للجديد أنه آن الأوان للحلول الحاسمة على مستوى هذه الحرب. The deal that President Biden outlined on May 31 would provide for the release of hostages, an immediate ceasefire, and ultimately the end of the conflict in Gaza. This proposal has been accepted by Israel, endorsed by Qatar and Egypt, the mediators, the G7 and the United Nations Security Council. The deal stops the war in Gaza. It lays out the schedule for the withdrawal of forces. If that's what Hamas wants, they should just say yes and accept it. A ceasefire in Gaza and or an alternative diplomatic solution could also bring the conflict across the blue line to an end, creating conditions for displaced Lebanese civilians to go home in the south and for Israeli civilians to go home in their north. وفي دارته في بيروت استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هوكستين، لافتا إلى أننا نواصل السعي لوقف التصعيد واستدباب الأمن ووقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية وأعمال القتل والتدمير الممنهج التي ترتكبها إسرائيل، في وقت لفتت أوساط حكومية للجديد إلى أن الوضع قابل للتهدئة رغم التصعيد الظاهر. This is a serious time and a critical moment. There's what we are working together is to try to identify a way to get to a place where we prevent a further escalation. والتقى وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب المبعوث الأمريكي وتباحثا في تطورات الوضع في جنوب لبنان والحرب في غزة، بالإضافة إلى مسألة رئاسة الجمهورية. وعلمت الجديد أن هوكستين التقى مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد توني أهوجي في اجتماع بعيد عن الإعلام، ولفت هوكستين إلى أن الوقت يضيق ونحن أمام فرصة يجب استغلالها لإنهاء الحرب، مثنيا على الدور الأمني الذي تلعبه مديرية المخابرات في تحصين الاستقرار وصد المحاولات لزعزعته.